بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيام قليلة ونستقبل أغلى ضيف على قلوبنا، الضيف الذي ننتظره بشوق كل عام، الضيف الذي لا يأتينا إلا مرة في العام، الضيف الذي ندعو الله كثيرا بأن يأتي إلينا هذا الضيف. أتدرون من هو الضيف؟ إنه ضيف من الرحمن، اختاره الله لنا وعظمه وكرمه بنزول القرآن فيه، وجعل فيه ليلة يتضاعف فيه أعمارنا عبادة، الليلة التي أنزل الله فيها القرآن. هو الشهر الذي حمد الله نفسه على نزول القرآن فيه، إنه شهر رمضان، شهر مملوء بهدايا الرحمن لعباده، سواء كانوا مذنبين أو غير مذنبين، شهر يقول فيه للمذنب افتح صفحة جديدة مع الله، ويقول للمؤمن ارتقي في درجات العلا في الجنة، شهر يفتح الله لنا فيه أبواب جناته ويغلق فيه أبواب النيران، شهر مشهور في الأرض وفي السماء وحتى بين أهل القبور، شهر وعدنا الله فيه بالدعوة المستجابة كل يوم، دعوة الصائم حين يفطر. ما زلنا يا رمضان نتذكر يوم فرقتنا في العام الماضي، رحلت عنا وقلوبنا مملوءة بالحزن على فراقك، وعيوننا مملوءة بالدمع، وألسنتنا تقول لله سبحانه وتعالى وتلهج بالدعاء أن يعيد الله علينا رمضان أعواما عديدة. أيام قليلة ويسطع هلال رمضان بنوره الذي يعم الأرض بالنور، وينشر نوره في قلوب المسلمين ليدعوهم إلى الفرح بقدوم رمضان، يدعوهم فيه إلى الاجتماع بعد شهور من الفرقة، يدعوهم فيها إلى الخلود في جنة النعيم، يأتي ليعلمنا دروس، يعلمنا الثروة الحقيقية في حياتنا، أن نشعر بالقرب من الله سبحانه وتعالى، يعلمنا قوة الإرادة، ويعلمنا الصبر. يعلمنا أن هذا الشهر هو الشحن السنوي، لأن الإنسان يحتاج إلى قوة إيمانية تعينه طول العام، فهو الشهر الذي ينجينا من الخلود في جهنم. يأتي لنا ليصلح علاقتنا مع القرآن الكريم، ليزيل الحواجز بين الغني والفقير، ليجمع العائلة مرة أخرى، ليرجع إلينا الشعور بالإنسانية بعد أن فقدها الإنسان. شهر أعطانا الله فيه فرصة أخرى أن يمحو فيها السيئات، أن نجعل مع الله سبحانه وتعالى صفحة بيضاء بيننا وبين الله. شهر يدعونا إلى الرجوع إلى مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم،
بأن نجعل القرآن هو المصدر الوحيد للنور في حياتنا. شهر جاء ليعلمنا المنافسة والمسارعة في إرضاء رب العالمين، كما قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. جاء ليعلمنا أن نعيش لغيرنا وليس لأنفسنا. جاء ليقول لنا إن كل شيء في الكون له نهاية، حتى رمضان يأتي ويرحل، فاعمل ليوم الرحيل. جاء ومعه تخفيضات هائلة، تخفيض سنوي كبير تباع فيه أغلى السلع بأقل الأسعار. جاء ليرجعنا مرة أخرى لمدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون فيها أستاذنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب المقرر علينا هو القرآن الكريم، والمدرسة التي ندرس فيها هي المسجد. فرمضان شهر البعد عن النار، فمن صام يوما في سبيل الله بعد عن النار 70 خريفا، فما بالك من صام 30 يوما. الشهر الوحيد الذي جعل الله سبحانه وتعالى فضله له وحده. قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. ما هذا الشرف يا الله، اختص الصيام من بين الأعمال كلها بإضافته إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة تشريف. فلا بد أن نجعل رمضان صفحة بيضاء في كتابنا، نجعل رمضان شهر الجود والكرم، شهر القرآن، فرمضان يحب القرآن والقرآن يحب رمضان. فلا بد أن نستقبل هذا الشهر بالشكر لله سبحانه وتعالى أن أدخلنا الله سبحانه وتعالى رمضان. نستقبل هذا الشهر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نستقبل هذا الشهر بالدعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يجعلنا ممن الذين تاب الله عليهم في رمضان. فالحمد لله الذي أعطانا فرصة لنتوب، فقل اللهم لك الحمد أن بلغتني شهر رمضان. اجعل رمضان نقلة في حياتنا ينقلنا فيها من الدنيا إلى القرب من الله سبحانه وتعالى، نتذوق فيها حلاوة القرب وحلاوة القرآن الكريم. اجعل رمضان يغيرنا ويجعلنا عباد الربانيين لله سبحانه وتعالى. اجعله الطبيب الذي يزيل الظلمات بداخلنا ويبدلها نورا من القرب من الله سبحانه وتعالى. اجعل هذا الشهر بداية اعتذار لنفسك بأننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا. فاللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النار، واللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. جزاكم الله خيراً.